من جانبها أكدت الوزيرة الفرنسية أن السلام هو الذي سيضمن الأمن المستدام للجميع. وأضافت الوزيرة أن فرنسا من الدول التي تدعم مصر في جهودها، مؤكدة أن بلادها ترحب بالمبادرة المصرية الداعية لعقد مؤتمر دولي حول الوضع بقطاع غزة. إذن إضافة إلى الحالة الطارئة حاليا، يجب إعادة فتح أفق سياسي حتى أو وخاصة في هذه الأوقات التي نرى فيها أن الوضع متطاير ومتقلب جدا. فرنسا سوف تعمل في هذا الاتجاه، وهذه مسؤولية كل المجتمع الدولي للعمل بهذا الاتجاه. ولهذا ترحب فرنسا بمبادرة مصر بعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض.